ليه أمريكا بتدعم إسرائيل؟ وليه زي ما بيقولوا لو ما كانش في إسرائيل كانوا اخترعوا إسرائيل؟ النهاردة هجاوبك على السؤال ده، لكن من وجهة النظر الغربية مش من وجهة نظرنا احنا على الإطلاق. خلينا نبدأ الإجابة على هذا السؤال بكلام هتسمعوه لأول مرة من موقع فوكس. بيقولك إن كل الناس عارفة إن أمريكا هي البيست فريند بتاعة إسرائيل، هم قايلينها كده والله زي ما بقولك. فوكس بتقولك إن من بداية الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي اعتمدت أمريكا على إسرائيل في محاصرة النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، ولكن حتى بعد نهاية الحرب الباردة استمر الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل. وفي التسعينات أمريكا كانت مهتمة جدا إن هي تبقى الضامن لاستقرار الشرق الأوسط، خصوصا إن الشرق الأوسط أصبح هو أهم سوق للنفط في العالم. وبينقل الموقع عن عالم سياسي في جامعة تكساس، بيقولك إن أمريكا اعتمدت على إسرائيل كقوة اتزان في منطقة الشرق الأوسط، وبيقول نصا كان في إحساس إن إسرائيل تقدر توازن كل حاجة بتحصل في الشرق الأوسط. لو كانت أمريكا شايفة مثلا إن في تهديد في منطقة لنفوذها، كانت بتخلي إسرائيل هي اللي تقف قدام التهديد ده. الموقع بيقولك إن وجود إسرائيل كمان قدر يخلي أمريكا تعين نفسها كمدير للشرق الأوسط، لأن الأطراف المتنازعة بقت محتاجة ثيرد بارتي أو طرف ثالث زي ما بيقول. وطبعا أمريكا من خلال دعمها الضخم لإسرائيل بقت هي القادرة على لعب هذا الدور.